الصباحة. صباح الخير واهلا بيكم في فصلنا الثاني من برنامج استباحة. استباحتنا النهاردة استباحة فطار، استباحة مختلفة، استباحة داخل فيها ايتم بيظبط الدنيا وبيلمع الشكاشيك وبيشكشك البكابيك. النهاردة عندنا الايتم الاول في الفاصل بتاعنا النهاردة هو شكشوكة بيانكا او شكشوكة بيضاء بيضاء مليانة بياض. شفنا في اول فاصل المناقيش الجميلة اللي عملها لنا الشيف لؤي بالجبنة والزعتر والبيض وكلناها وهضمناها وبعناها كانت جميلة شيف. لا تسلم ايدك يا شيف، تسلم فعلا كانت حلوة وجديدة. انا عجبني عجبني الكومبينيشن، وبين من وهي طالعة من الفرن ريحتها يعني فحفح من اول. طيب نرمين شكشوكة بيانكا برجاء الشرح المفصل. شكشوكة عبارة عن نص كوباية كريمة، معانا 6 معالق جبنة كيري، ومعانا 200 جرام مشروم، او مثلا هنقول كوباية مشروم متقطع صغير، وواحدة بصل اخضر متقطع بردك صغير، وكوباية كرات بردك متقطع صغير قوي، وست بيضات ومعلقتين زبدة. حاجة كده طعمها جامد جدا. ماشي يلا يلا هنحطينا الزبدة. هنحط الأول معلقتين زبدة عشان نحمر فيهم البصل. نرمينا لما بنقول معلقتين زبدة بنقول اللي هما التابل سبونز أو المعالق الكبيرة بتاعت السفرة. اه بالظبط. هنحط كده المعلقتين، وبعدين بقى نجيب البصل الأخضر. بصل الأخضر اوكي، زي ما قلنا واحدة بصل اخضر تقطعها صغير خالص ونحمرها. اه بالظبط، ونحمرها كده. ممكن نعلي النار حبة والروايح بقى تطلع كده، والفطار يبقى الناس قاعدة منتظرة الفطار. منتظرة الفطار. الشكشوكة دي عندكم برضو في سوريا في شكشوكة موجودة، بس احنا بنقولها بالسوري بنقولها جزمز. ماذا؟ جزمز. جزمز وزطة. هي نفسها يعني بتنعمل بالبصل والطماطم وبعدين حتى الله بيض، اسمها جزمز بيقولولها بالسوري. جزمز حلوة دي. بالخليج وبمصر بيقولولها شكشوكة. مش تخلصوا الكلام. بيقولوا كلام جزمز. مختلفين. بس زطة. طب احنا هننزل بقى بالكرات. تمام؟ يبقى الكرات مع البصل، ونحط كمان المشروم. مشروم قلنا 200 جرام اوكي، او كوباية زي ما قلنا متقطعة بردك صغير قوي مفرومة. يعني كل الحاجات دي على النار مع الزبدة تبقى شمة. انا شمة ريحة البصل جامدة جدا. مش هتحطي ولا ملح ولا فلفل؟ لا ملح والفلفل بعدين من دلوقتي. والمشروم بس يا دوبك ينزل المية بتاعته ياخد اللون الذهبي الحلو، حاجة بسيطة كده اوكي. زطز مطز جزمز. 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 كلمة تيب دي اصلا تركي. تركية هي. جزمز دي شكلها تركي. حتى ممكن تركي حتى الجزمز. جزمز. يعني ايه دي من ايه؟ مش عارف والله، بس بيقولوا كده. انا وقت قالوا لي كنت بالسعودية قالوا لي عازمينك على شكشوكة من زمان يعني. رحت لقيت الشكشوكة هي نفسها الجزمز. طيب احنا شكشوكة الفطار شكلها يعني حاجة تانية. هنحط بقى عليهم نص كوباية الكريمة. انزل بالكريمة. انزل بورق الحائط. انزل. انزل بورق الحائط. كلها؟ نص كوباية بالظبط. اوكي. وهنحط عليهم 6 معالق جبنة الكيري. اوكي. نجيب الجبنة. دي الجبنة الكريمة. الكريمة بالظبط. هي الكريم تشيز. بالظبط. او السبريد تشيز يعني. اهي. هنحط الجبنة الكيري السبريد او اللي هي بتدهن. هنحط 6 معالق اللي هي الكيري كريمي سبريد. بالظبط. تمام. اوكي. وهنقلب كل قصة بقى، هتلاقي بقى طعم حكاية. هي باينة بتاخد شكل بس يعني كريمة ده يعني الطعم هيبقى استنى بس كده ننزل وزعبالي. لا وبعدين ممكن خلي بالك انت برضو الجبنة فيها الطعم بتاعها فهيتنزل بالظبط طعمها في لا وطعمها وهي كريمي كمان مع الكريمة. هي كريمي مع الكريمة؟ كده تمام؟ اوكي؟ وهنقلب بقى كل القصة دي على نار هادية احنا على نار هادية وهي بقى تمسك بقى مع يعني
خلي بالك انت برضو لما تفكري فيها يعني ليه ما بتحطش ملح وفلفل في الوصفه دي دلوقتي؟ انت كده كده لما بتيجي تاكل الجبنه ما بتحطش ملح وفلفل. ايوه انت بالظبط انت عايز تركز على الطعم الكريمي الجبنه يعني والكريمه والشبت مش الشبت سوري الكرات والبصل والمشروم يعني انت عايز الاطعمه دي واخر حاجه خالص بتحطيها البيض طبعا بالظبط لانه اقل حاجه هتاخد. بص انا مستنيه بس هما بعد ما ساحت كده اوكي هتغلي غلوه بسيطه وهنحط البيض تمام هقول لك بقى هنحط البيض هيت بقلل بالظبط احنا هقول لك احنا هنعمل ايه في البيض هنعمل هول يعني او هنعمل فتحه كده عشان البيض يوصل للقعر بتاع الصينيه نفسها الزلال الزلال بالظبط اوكي والصفار يفضل فوق والصفار يفضل ابيض فوق تمام الاصفر الصفار يفضل ابيض فوق اوكي هنجيب بقى البيض خلي بالك ان هو بياض البيض ابيض ولا اصفر اختبار ماشي اعمل ايه هنعمل بيضه بس بص مش كده عشان ايه بالظبط كده وبعدين نوسع حته ثانيه شكله كده الحركه جامده جدا اهي بص حطها هنا بقى كده في الحته دي حلو قوي فرنجي بقى بص ايوه بص نوسع لها كده نعمل فتحه وننزل بالبيضه تمام حلو قوي نعمل واحده كمان هما ست بيضات نعمل في النص كده نوسع تمام حلو قوي تمام نعمل بقى هنا واحده كمان والله انا عايز بس انا الريحه هتجنني بص وسع كده ايوه تمام اخر بيضه بقى بص عامله لك شكل ورده لا مش هتبوظها بس تعالى هنا كده اهي نوسع تمام واو برافو حكايه راجل بيكسر البيض وما بوظوش هرش بقى يا وسام رشه ملح وفلفل يعني حوالي ايه نص معلقه ملح كده اوكي وفلفل اسود ابيض وبقى تفضل هي بقى ايه تعيش مع نفسها على النار هاديه على النار هاديه هتقعد تقريبا 8 دقايق بس لازم هنغطيها مش بقى النار اللي هي يعني هتبقى على نفس درجه نار الرز اللي هي بتبقى اخر كدا. درجه في البوتاجاز مش كده تمام وهنغطيها 8 دقايق 8 دقايق ما عشان البيض ده لازم يستوي طب ما تحطيها على نار اهدى من كده لا 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 كده تمام قوي ما احنا موطيين النار تمام نغطي بقى نغطي ونسيبها عبال ما ايه نرغي حبه بقى ايوه كده تقعد بقى 8 دقايق كده وبعد كده تاكل بقى شكشوكه حكايه دي مش شكشوكه دي ايه دي وجبه غذائيه كامله زقزوقه وجبه غذائيه كامله جبنه بيض كريمه خضار مشروم و والكرات يعني حاجه نفطر بيها انا الريحه بتاعت اول ما حطيتي الزبده والكرات والبصل ريحه فورا فاحت لا وانا مجهزه لك الباسكت العيش كمان اهو جاهز سلام معناه تفطير تمام ايوه لا وخدت 10 دقائق عشان تتعمل وخدت 8 دقائق علشان تستوي بالظبط ودقيقتين عشان تتاكل يعني كله ثلث ساعه برضه خمس مقادير ليه عملتي شكشوكه قبل كده؟ شكشوكه العاديه؟ لا عملت شكشوكه عدس واو كانت غريبه شويه شكشوكه عدس شكشوكه عدس بدل البيض بقى لا طبعا لا فيها بيض طبعا الشكشوكه اساسا لازم البيض في الشكشوكه وايه يعني العدس دخل في الوسط دخل كده زائر يعني ولا غصب غصب اخضر عشان يلظمظ القعده يا مظمظ بس هل يعني انا عايز اعرف هل واقعيا يعني انا مش شايفها فطار انا شايفها برانش يعني 12 ونص ليه عشان لا يعني هي هي ممكن غدا سريع يعني. تلكم يعني بومبا يعني لا بس هي تشبع يعني هي الحقيقه تشبع يعني فيها دسمه وممكن تشبع الواحد بس في حد بيفطر يعني انتوا الفطار عندكم في سوريا مثلا احنا بنفطر كتير في حاجات كتير حاجات كذا مره ولا بتفطروا حاجات كتير اذا مرته رضيعه يعني بتفطروا قبل ما يطلع مثلا عند ابو الشاهر بيفطر عند ابو الشاهر فتي وفول مش هي مش فتة فتة حمص عندهم
ده حاجه بسيطه جدا بالظبط. ايوه يعني هي خفيفه. والفول البيض المقلي طبعا، الجزمز، الجزمز. طب انت عملت شكشوكه جزمز في فطار قبل كده؟ عملتها بايه؟ انا البيض والطماطم بحط بفرم بصل وثوم اول شيء بقليه بالزبده، بعدين بحط الطماطم بكون مقطعه بالسكين يعني مكعبات كده، خلي اول ما بستوي بنزل بقى البيض عليه وهو بقلبه، وعامله مره بالفرن يعني بعد ما عملت الصلصه وغليت تمام، حطيته بصاج وكنت خافي البيض كله، حطيت البيض عليه ودخلته الفرن طلع قالب واحد. بتخفر بيض ما فيش مش بتفقه يعني مش بتخليه عيون. لا مش بخليه عيون، بتفقه كده ونزلته على الخضار دي اللي عم، بس لازم يكون عم تغلي الخضار ودخلتها الفرن طلعت مثل بيتزا كيكه او العجه. او العجه هي العجه الشكشوكه بقى. احنا الشكشوكه بتاعتنا بالرز، بالرز والصلصة وخضرة وبعد كده نحط بقى البيض عليه، بتبقى فظيعة. شكشوكة بالرز انا اول مره دي ما كانتش، لازم اعملها لكم. دي اكل اسكندراني، دي شكشوكه اسكندراني بقى. لا دي قويه جدا، وجبتنا دي وجبه بابايا المفضله، بتبقى طعمها يعني. الشكشوكه والعجة على فكره قريبين قوي من بعض. يعني فرق ان دي بالرز ودي من غير رز مثلا؟ لا العجة من غير رز طبعا تماما، بس العجه بيخش فيها خضره كتير. مش كده انا بقول كده طبعا لازم تطلع. والبيض والبيض ما بيبقاش، ما بتنزلش عيون البيض، بيطلع سكراب مخفول سكرامبل ده مش سكرامبل مش سكرامبل. الشكشوكه كده تمام، انا هقدمها. دي ما خدتش 8 دقايق، ما خدتش يعني اقل كمان، يمكن علشان الطاسه كانت عشان قافلين عليها. بص بس هديها تاتش كده من البصل الاخضر برضو، بس الاخضر بس عشان يدي الشكل، نفصل الابيض شويه. الوان الحياه، الوان الاخضر لازم حاجه بسيطه كده، ولو انتوا حابين ممكن تديها رشه بابريكا. لا وممكن على فكره نرميم برضو، هي انا فاكر يعني واحنا صغارين كانت ماما بتعمل لنا البيض بالمرتب في الطاسه، وكنا بناكله من الطاسه. ده احلى حاجه يعني، بنجيب العيش البلدي وناكله من الطاسه. عايزه اقول لك انا بعشق اكل البيض اللي تحت، الحبه اللي تحت اللي بيبقوا مقرمشين دول. دول احلى حاجه في طبق البيض كله. طب يلا اتفضلوا بقى الفطار بتاعنا. نتفضل اتفضل. ايه رايك؟ بس دي لازم ايه بقى تاخد ايه اعتقد شويه عشان تبرد طبعا، لازم 10 دقايق مثلا. وخلي بالك هي بيانكا علشان بيضه كلها، جبنة كريمة، البيض كمان بقى مبيض او اختفى مع القصة. شكشوكة بيانكا بالكرات والبصل الاخضر والمشروم والجبنة الكيري، وترش عليها في الاخر شوية بصل. لا لا بصل اخضر، بصل اخضر، الجزء الاخضر فقط، الجزء الاخضر فقط. انا لو مكان نرمين هرش عليها كمان شوية بقدونس علشان هشعشع، انغنغ الاغاني عشان الاخضر يبقى نعلى بالعيش. تبرد بس 10 دقايق، واوعدك او اوعدك او اوعدكم كلكم ان دي مش هتخليك تاكل لحبة حلوين. تفطر فطار تمام، تروح الشغل مخك وذهنك كده فريش. ايوه وتستنانا بعد الفاصل دوت في فاصلين تانيين فيهم حاجات تخف حبتين. استباحه